رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، وايضا رجعنا حق جمهورنا الكريم الموجود ويانا في الاستديو. ونحب نذكر المشاهدين ان احنا موجودين في مجمع السيف التجاري في القسم الجديد. اي واحد يحب يشارك ويانا حياكم الله، مالكم لطيفه الخاطر تنحطون فوق الراس ان شاء الله يا رب. اي نعم. ضيفتنا المفروض احنا ضيوفها، دائما نكون احنا ضيوفها في البيت يعني. اي والله اخت عزيزه، اخت عزيزه وغاليه، هي نجمه ومع ذلك بعد قمر. شلون يصير نجمه وقمر؟ نجمه وقمر بالضبط مثل ما قلت. فنانه من يوم هي صغيره عرفها الجمهور الخليجي، تميزت في العديد من الادوار الجاده الكوميديه، بالذات الكوميديه. نرحب بالفنانه والنجمه، وما بقول اسمها، بقول فور سبت. فور سبت. فور سبت وما صدق فور سبت. الفنانه شيماء، نرحب فيك. يا هلا فيك اختي شيماء سبت. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. والله مو متعوده عليكم تقولون عني كلام حلو الصراحه. العاده العاده بالبيض. ايش رايك بالتكانه لكن؟ لا والله اسحدك استكانه. لا الصراحه يعني تفاجات، لكن مساكم الله بالخير. ومستانسه وايد اني حاضره معاكم البرنامج، برنامج يمن، وانتم تيمنون يعني. احلى ثنائي واخوان يعني، ما اقدر امدح فيكم ازيد من كذي يعني. انت اللي اخذتنا يعني نتشرف، الجمهور وانا جاي يسالوني من ضيفكم من ضيفكم، قلنا لهم شيء ما وايد مستانسين، وايد تفاعل يعني بالعكس. اي والله انا حتى امي دارتنا شيء ما ضيفتنا من البارحه ترش هي. لا بالعكس والله الجمهور يسال عنك. شيء ما في البدايه سولفي لنا عن تجربتك في برايحنا، شلون كانت؟ شنو انطباعك؟ طبعا برايحنا كان مثل شو نقول يعني الروح اللي ردت الله في كل فنان بحريني. برايحنا يعني لين جيت بتكلم عن برايحنا، اشكر جمعانا الرواعي، راشد الجودر، طبعا كلهم اساتذتي يعني بدون القاب، عبد الرحمن الملا، والقريه اللي سواها لنا او بيتنا اللي سوا لنا وجمعنا فيه، احمد جاسم، وكل الفنانين اللي شاركوا. احنا محتاجين ذي الاعمال. الجمهور دائما كان يسال وين البحرينيين؟ وين الفن البحريني؟ الجمهور الخليجي. الجمهور الخليجي طبعا. واشكر سعاده وزيره الاعلام ان هي كان يهمها جدا ان احنا نطلع السنه الدراما البحرينيه ترجع، والحمد لله الحمد لله. انا اقول لها ترى ما قصرتي، الفرصه اللي اعطيتينا اياها ترى بيضنا وجهك. امس كان اغلب البرامج في التلفزيونات الشقيقه يعني، منهم كان برنامج ايمان نجم سرى الليل، كانت سرى الهوى ولا سرى الليل الحين لان على الهوى كانت تتكلم عن برايحنا، قالت كلام خلت يعني تعرف يعني بكيت عليه. كانت تقول برايحنا العمل الخليجي اللي انعرض اللي ياخذ 100%، ما في ولا غلطة، ممثلين حبهم مبين، بكلام بحريني صح، العاملين في العمل كلهم بحرينيين، من رئيس العمل لي أصغر واحد في العمل بحريني. هاي اللي احنا محتاجينه، هذه اللي احنا ندوره، هاي اللي فقدناها. حلقتنا تحكينا عن يعني البحريني يشتغل اي شيء وما في عيب الشغل. ذي كان امس يتكلمون عنه في التلفزيونات، غير الجرايد في السعوديه، في الامارات، في كل مكان، الكل الحمد لله رب العالمين قاعد يمدح ويتكلم عن برايحنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. وهذه يعني شهاده نحطها على راسنا من اعلاميه مثل ايمان نجم يعني. نشكرها على كلامها. الف شكر لها. انت تتوقعين الحين عقب ما صارت برايحنا، اللي عقب برايحنا ان شاء الله شنو هو؟ اللي عقب طموحك اللي يعني تمنينا من الهيئه، اللي انا اتمناه ان بعد عندنا اخبار طيبه. والله 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 انا نفس الاخبار تقريبا وصلتني. نبي المشاهده عارفه ان شاء الله. ان شاء الله ان في اكثر من عمل راح يصير. حلو. يعني انا اقول ان شاء الله مستقبلي بشر بعوده الدراما البحرينيه القويه اللي كانت بالتسعينات بترجع الحين اقوى باذن الله. ان شاء الله الرياض نبي
قدم تميز. اكيد اكيد باذن الله، احنا تميزنا في التسعينات وخليل اخوي كان الناس تتابعنا وما كان الساتلايت منتشر. يعني الحين يعني من ايام بيض بيض وعلي صفقني بالبيض على راسي. ايام فسيترة. ما انساها لك. فسيترة كنت بعد لا. يوم فسيترة. انا ما تنسيني، انا لقط بس بيضتين قطيت عليك انا. انتم ما خليتوا احد لو كسر. حسين الرفاعي 18 بيضة قط عليك ما قلت له شيء، انا الحين بيضتين متعودين عليك. لكن اراويك. كان شيء ما يوم في التسعينات يوم تمثلين البيض بيض. شوف هاي كان ما بين يعني شوف اول شيء البيت العود. بيت العود طبعا هو اول واحد اشتغلنا. لا قبله كان غناوي بوتعب. غناوي بوتعب كان في 89 كان عمره 11 سنه ما شاء الله. فبعدها ورا بعض ورا بعض الحمد لله. والحين ما بقول الحاسبه عندهم لا تحسبون اختي شيء ما شاركت فيه بعدين تقل بركاتهم ما ادري شنو بس اوكي الله يعطيك مو بيزات عمر اي صح عمر اي مسامحه شاركت في سكتم بكتم سكتم بكتم من الاعمال الجميله والحمد لله المتابعه جدا. اخوي فايز المالكي المبدع الرائع عمل متابعة جدا على روتانا خليجية. اليوم كانت حلقتنا حدها تعور القلب. السنة في سكتم بكتم الجزء الرابع قمنا نقدم دراما تطرح قضايا المجتمع في نفس الوقت إلى الكوميديا. اليوم الحلقة كانت بعنوان سرطان الثدي. هذه المشكلة اللي قاعدين يواجهون منها ناس كبيرة على يعني على قد ما في كان توعية إلا أن في عدد كبير يجهل خطرها والأخطار المستقبلية. لا ما في كوميديا يعني. اليوم لا اليوم عور قلب. حلو. ماتيت في الحلقة قاعد أصيح على روحي. علي. صايحين إن قلبه قلب اسمك. أي والله. لا 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 أقول تكانة. عموما تستاهلون كل خير والمشاركة ويا نجم مثل فايز المالكي. اي والله وأميرة وأميرة محمد والأستاذة فخرية خميس وعواض عبد الله يعني كلهم أوجه لهم تحية وأقول لهم يعطيهم ألف عافية على العمل ذي. أيضا عندنا المجهولة بعد التلفزيون السعودي. التلفزيون السعودي بس هذا المجهولة يعرض أيضا على التلفزيون السعودي. عمل جميل جدا. جدا جميل. إخراج سمير عارف. كتابة لمياء الزيدي بطولة أخوي وصديقنا لا تريسب بس راح تري اي صح أبرار ناقصتنا أبرار صح شيلة أختي وشذا وأنا ضيفة شرف في العمل. حلو. محسن النمر زهرة الخرجي سعيد قريش عدد كبير يعني من النجوم. زين أبرار وين هالسنة؟ أبرار اشتغلت في الإمارات عمل اسمه سر الهوى. أنا كلها ويا الهواء ما أدري سالفتك أخرتها بيطيروني بيطيرين نفس الدياي اللي طاروا ترى مع الأستاذ أحمد المقلى على تلفزيون البحرين وسمى دبي يقرأ وسوت حلقة في مسلسل يمن هواه تقصدين يمن هواه يمن هواه ما عليه شيء ما عليه ما عليه مو بمنك من هذه اللي حطيت عليها إي لأنها مربطة أفكاري قحفية ذي لو شنو اوكي اوكي بصير بالعكس موضه موضه انا ايش عرفني في الموضه ستايل ستايل انا ما احس لك تربط قمار قمار بعد طاح فيني انا على فكره نفس الشيء عندي مشكله دائما لان امثل شعري على عيني اليمين اقول ولا يمكن يمكن شعر حياتك ذي عاد البارحه شايف لقطات من بحر الحكايات كنا علي صانع التاريخ بعد علي قن أقني عقب شوي زين أقني لو أمشي شيء لا لا سلام لكم عاد وعلى أي أنا أبرار قولي أنا قولي قولي حلقة جميلة في هذا حنا اسمها صرخة سعاد حلقة جميلة كانت مع الأستاذ حلو زين قولوا يعني الناج يوم لا متعودة شيء ما خلينا تجربة منه بالعكس زين شيء ما نبي نبتعد شوية عن الفن وسولفي لنا عن شغلة أتوقع صارتك اللي هي بوقت التويتر والانستغرام اي شو القصه انا ما ادري ايش السالفه بس في الحين هبه جديده طبعا انا بوقع حسابي في الانستغرام القديم وسويت لي جديد تحسفت على فولوور زيني ما عليك الله يزيدك ويبارك لك ان شاء الله والحين على تويتر في موضه جديده يجون فنانين وتكون انت تتابعهم يدزون لك رساله خاصه يقول لك مثلاً شيماء أنا من المسجات اللي تيني شيماء تابعين في مشهد حلو لك أنا مطرش لك رابط شوفي فأنت تي وتحط الباسورد وحسابك
هذا الباسورد وحسابك يتهكر الحساب. انا ما اعرف هذيلا يعني الناس ايش يبون، يعني ناس فاضيين يعني تعبوا على روحكم، ليش تبقون حسابات الفنانين؟ يعني الفنانين يبون يتواصلون مع جمهورهم، يبون يعرفون رايهم، يبون يغيرون في بعض الامور، يبون ضربه الشهره. وانت نجمه، نجمه خليجيه ما شاء الله عليك، ما يحتاج يعني لو تبدل اكونت لاكونت على الفلاورز مالك ما راي بتمون. هو صدق لكن بعد يقهر يعني الموضوع. بقول لك شغله، بنروح حق المسرح، بس قبل لا نقول عن مسرحية العيد إن شاء الله والله يوفقكم كلكم إن شاء الله، نبي نتحدث عن تجربتك في الإنتاج المسرحي وليش ما أنتجتي السنة. أقول بصراحة ولا بنص صراحة؟ لا أقولي صراحة. صراحة لأن هذه آخر حلقة لنا إحنا الاثنين شكلنا. إنزين بس أنتوا دلوني الباب عشان عقب ما أقول. بيجي أوكي أوكي. إنزين أول سنة أنتجت كان في 2010. مسرحية عيال سعادة. نعم. طبعاً كان في تسهيلات رائعة وجداً جميلة من قبل وزارتنا اللي نعتبرها الحاضنة للفنان البحريني. نعم. رجعت أنا من الإمارات وقلت أنا بسوي شركتي في البحرين وبشغل فنانين البحرين وبنسوي أعمال قوية إن شاء الله تلفزيون ومسرح. الكل وقف معي والكل ساعدني. وش لما كانت؟ كان يعني كل شيء كان جميل. هاي خلصنا في 2010 عيال سعادة. الحمد لله. الحمد لله. جيت في 2012 سويت مسرحيتين، يعني طمعت بالكرم اللي حصلته في البداية. سويت مسرحية يمكن إيه يمكن لا، وسويت مسرحية سنفروا بحياتكم، مسرحية الأطفال. صح. وفجأة نعم هلت المصايب من ما ندري وين. يلا أنا اسمح لي بامشي. لحظة أنت سألت أنا ما أعرف بقول. زين. أولاً وزارة الإعلام، أنا مؤسسة محلية وتعتمد على إنتاج فردي، الفلوس من عندي، ما حد قاعد يدعمني. صح. ما في ولا سبونسر، ولا سبونسر. من شهر 2 كنت أشتغل لشهر 8 ولا حد أعطاني سبونسر. شو تقولين أختي؟ شو تقولين أختي؟ زين هاي واحد، ما أدري هل هو عدم ثقة في المنتج البحريني أو ما أدري. رقم 2، إعلانات الشوارع فجأة صار ممنوع وذي ملك شركة. طيب أنا جهة ثقافية، أنا قاعدة أسوي شيء يخدم البلد، أسوي سياحة وثقافة في نفس الوقت، يعني أنا ذي الشيء لازم أستثنى. أنا ما قاعدة أبيع تونة، أنا قاعدة أقدم مسرحية. يعني هذه قصدك يعني تونة وفي رمضان قصدك؟ لا ما أدري. بس شيء ما إحنا متفائلين في لا 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 خليل أقول لك المشاكل. الإعلانات مصايب حصلنا وصارت لنا مليون مشكلة، ما كنا نقدر نحط إعلاناتنا في الشارع. تنشال وتتركب، وهذا كله منه اللي يدفعه؟ إحنا ندفعه. بعدين موضوع في التلفزيون قبل كانوا يعطونا إعلانات مجاناً والإذاعة، الحين صار حتى الصالة شيمان ما توفر لكم الصالة، تروحين تأجرين صالة وتجهزينها من الألف إلى الياء. والصالة يعني كنت متفقة على شيء، بعدين الصالة غلط. بعدين يعني أنا كنت بعرض عيد رمضان وعيد الأضحى، دفعت مبلغ في عيد رمضان، عيد الأضحى زاد 3 مرات المبلغ اللي أنا متفقة عنه. يعني منو يحميني أنا كمنتجة بحرينية وشركة محلية؟ وأبي أستمر هني في البلد، ما أبي أطلع، ما أبي أشغل مؤسستي برا. باختصار إحنا خسرنا منتجتين، سعاد علي وشي ما أسابت يعني خليل. إن شاء الله يا رب ما نخسرهم، إن شاء الله المسؤولين يلتفتون لنا ويشوفون شنو يعني احتياجاتهم. وبالعكس يعني بعدين خلي بعدين علي وخليل كل من يسألك يقول لك أنت تبيعين تذاكر. أنا فعلا أبيع تذاكر، لكن أنا إضاءتي أنا مأجرتها، صوت أنا مأجرتها، ممثليني أنا جايبتهم من برا. صح. تذاكر على حسابي وأسكنهم في فنادق، غير كل شيء from A to Z أنا أدفع. في النهاية أنا ماي يعني جاتني عروض السنة اللي طافت، والله إن ما كان أقدر أدفع تكلفة العرض. شو تقولين اختي؟ في مؤسسات تقول لنا حرام نساهم وياهم ذلين كسبونسر، مجالكم حرام، احنا حق الكوره بس. زين احنا بعد يعني حنونا من حناكم، احنا مو بحرام. صح. بالعكس احنا مسلمين يا جماعه. يعني والله بالعكس كلامك صاحبتيها على الجرح وكلام صحيح، بس في الاخير احنا المتفائلين ان شاء الله بالاداره الجديده حق تلفزيون البحرين وان شاء الله وزاره الاعلام وزاره البلديات ان بيهتمون فينا اكثر، بيدعمون المسرح البحريني عشان تكون عندنا. وانا يا خليل مقدمه 3 مسلسلات حق تلفزيون البحرين ان شاء الله. انطر 3 مسلسلات عندكم حق شركتي. اول الغيث برايحنا وان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله الخير يا ان شاء الله. واحد منهم على الاقل اخذوه.
ان شاء الله تاخذينا اكيد شان بعدين شيماء شيماء ناخذ متسابق وتشاركين المسابقه وياه يلا بس انا بشوف فريش ضحكي احنا بعد تبطون شبدي وتقولون لي فريش لا فريش فريش يلا يلا حيا انت ممثله يلا حيا حيوها حيو شيماء تستاهل طلعتني في قلبها وعلي حيا